خليني نستثمر هو عنوان الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها غرفة الباعثين العقاريين أمام مقر ولاية سوسة، وقفة سلمية أرادوا من خلالها إيجاد حلول لملف طال بقاؤه على الرفوف. ثم شكون عنده، ثم واحد عنده حكم قضائي بات، والحكم القضائي يجبر الستاغ والسونات باش يدخلوا له الضوء والماء. نعاود حكم قضائي بات، وهذه دولة قانون المؤسسات، والستاغ مطالبة بتعويض يومي في المونكا غانيي ما قيمته 30,000 دينار. يلا ندرا ستاغ توا ما تعرفش مسؤولياتها يا اخي، ما تدخلش الضوء على حكاية شق الطريق. اليوم يتسمى، انا نقول اليوم عيب وحرام وربي ما يحبش. اذا كان الغايه هي تكسير الباعث العقاري وعليها السلام. اذا كان الانسان عمل تجاوز فما عقوبه، مش تنحيله فما الكل في الكل وتقول له لا يقعد لا ضوء لا ماء. كان هو عنده متفاهمين في 40 كونتور، هو عمل 50 دار تعطيه الا ال 40 كونتور، والعشره الاخرين تخليهم، معناه الى ما ياتي ما يخالف ذلك حتى نلقاو الحلول. اما مش معناه تعسفيا جيت نحيه، معناه تبرك، وهذه المشكله. راهو ما يبركش الباعث العقاري، يبرك الباعث العقاري ويبركوا برشا قطاعات مع خدامه ونجاره وحداده. والله المطالب نتاعنا اخويا، احنا عندنا ناس مربوطين بها اللي هي عرفاتنا، وهالرجال الاعمال هذيا قاعده متعطله، امورها قاعده متعطله، واحنا في جرتهم الاف العباد ناكلوا في الخبز من جرتهم. هما تكتفوا، ما عادش يلقى منين يخلصني. اذا يبني عماره ب10 مليارات وما يبيعهاش، ولا ما يبيعهاش بشويه، تو انت كمواطن تجيش تشري مقر للسكنه، ما فيش منقاله نتاع ضوء، ما فيش منقاله نتاع ماء. تعددت الاطراف المطالبه والمترقبه، وتراكمت التساؤلات عن سبب بطء القرارات الفاصله. وانا ما نعتبروش احتجاج، هم حبوا يوصلوا صوتهم لانه الاشكال كبير، وعندنا عشرات العمارات في سوسه. صحيح ولايه سوسه هي من اهم الولايات فيها الاشكال هذا، تجاوزات صارت، تبقى احنا لازمنا نلقاو لها حل في اقرب الاجال. احنا متبنين الحركه هذه، نوصلوا صوتهم ان شاء الله للسيد الوزير والرئيس الحكومه والجميع الاطراف المتعهده بالموضوع ان شاء الله. لانه يعني الاشكال هم نفسهم، الستاغ والسوناد واللوناس ما عندهمش لوكي من الوزاره باش يعطيو. ماهيش مشكلتي انا نخرج ورقات، وانا نخرج مكتوب ونقول فيه راهو نعطيكم باش تاخذوا الماء والضوء في حدود الرخصه، ومن بعد ما ياخذوش. اذا هي منظومه تشريعيه غير مواكبه، وملفات حارقه تنتظر قانونا مغيث. لا احد يشك في ان قطاع البعث العقاري هو مشغل قار ودافع قوي للدوره الاقتصاديه ككله، لكنه هنا بقي يتراوح بين مستثمرين يقولون أخطأنا أما بعد، ومسؤول ينتظر تعديلا قانونيا لإيجاد الحلول. حمدي بن صالح، قناة المتوسط، سوسة.